صديقات جوهرة، أهلا وسهلا فيكم بالأوسكار فاشن بوليس فيديوز اللي رح نخصصها لنحكي عن طلة النجمات بأوسكار 2013. لحتى يساعدوني بالتعليق ويعطوا رأيهم بلوكات النجمات، معي مجموعة من الضيوف المميزين من أصحاب الخبرة بمجال الموضة والأناقة والجمال. معي أولا مصمم الأزياء السعودي حاتم العقيل، صاحب علامة توبي، أهلا وسهلا فيك. وكمان اختصاصية تجميل زهرة كاظم، أهلا وسهلا فيك زهرة. وأخيرا مصممة الأزياء شهد الجميلي، صاحبة علامة زنجي، أهلا وسهلا فيكم. طيب خلينا نشوف لكن اللوكات اللي اخترناها لليوم. اللوك اللي عم نشوفه هلأ هو لجينيفر لورنس بفستان من ديور. جينيفر هي الوجه الإعلامي لديور حاليا، فشو رأيكم؟ هل هي شراكة ناجحة ولا ما كثير؟ I love it. يعني حبيت المكانة لابسة قلادة وبس حطتها like simple like you know بالورا و like التراشي like simple because the fustan is you know too much. بس الشعر والمكياج everything كل شيء amazing. أنا حبيت اللوك شيء يعني طالعة برنسس الدرس الألوان الفاتح باستيلز حتى شعرها والجولري everything. برأيك الفستان شوي عرائسي أو برايدل أكثر من اللازم ولا؟ بس أنا شايف إنه perfect الأوسكارز وخصوصا راف سيمونز يعني بصراحة مبدع، وحتى كريستيان ديور أيام كريستيان ديور كان مبسط من الفستان هذا عشان له نفس الاستيليك حقه. صح. طيب عم تقول بيرفكت بس في شيء ما كان بيرفكت مع جينيفر لانه وقعت على الدرج وهي عم تطلع لتستلم الجائزه. حرام بس ما في حدا زعل علي لانه راحت على البيت مع الاوسكار بالنهايه. يعني هذا الشيء لايك اي ثينك اف اني ثينك طلعها اكثر ببلسيتي تعرفين سو فور هير لايك اني من شفتها وقعت لايك مو فد شيء. في حد قال لي انه وقعت قصد ف نو اي دونت ثينك سو بس يعني اي ثينك شي لوكت اميزنج. اوكي طيب حنشوف اللوك الثاني. اللوك الثاني معنا ميليسا ماكارثي بفستان نرمادي من ديفيد ميستر. أنا صراحة ما حبيت الفستان، حسيت القماش مناسب أكثر لملابس الرياضة يمكن من الأوسكار، فشو رأيكم؟ أنا ما حبيت القصة أكثر شيء يعني ممكن غير ستايل يغطي شوية عيوب الجسم بس مسمنها أكثر من صح مسمنها أكثر واللون يعني طلعها باهت. إيه والله أنا عجبني إنه طبعا يعني عندها طول وشعرها عاملينه كده ريترو يعني في ستايل عامله يعني في لوك فبالعكس انا عجبني شايفه انه انيق حبيت اللوك. طيب بس يعني حتى الشعر والمكياج المكياج كان حلو like it's simple. الشعر في الفوليوم يعني ما حبيت I feel like it's too 80s it's مبين مثل هاي like in hairspray الفيلم حتى مبين عليها السبراي يعني احس لايك اتس شويه طالع اكثر مرتب بس ما تحسي انه عشان هي ضخمه لو الشعر كان سوفت كان خلاها تبان اضخم ممكن اي الفوليوم يغطي شويه عشان يتناسب بس تقدر تسوين فوليوم بس يمكن ما لازم يكون لايك هيك يمكن اذا الغره كانت نازله وفوليوم طبيعي اكثر في اي ثينك هذا الستايل قديم. بالختام بحب أشكر ضيوفي اللي شرفونا اليوم وبحب أشكر فندق موفنبيك ابن بطوطة جيت على استضافتهم لإلنا. وما تنسوا أنه أنتوا كمان فيكن تشاركوا برأيكم بطلات الأوسكار بزيارة موقعنا women.arabia.com.